حتى نسوي العملية. على أساس قررت أن نأخذها على الشمس نسوي العملية أو نظبطها هيك، وبعدين صار شو اسمه مشاكل بحلب، وكان بيتنا احنا بالمساكن، احنا ساكنين غاد كنا، هني حاصرونا هنيك، احنا شلون بدنا نساوي نطلع ونيجي؟ اخر شيء شفت ما في مجال، حملت بنتي وقلنا تنطلع ناخذها على تركيا تنعالجها. لبين رحنا على المنظمه، هاي منظمه تكون ساعدونا الله يعطي وعافي، ورحنا على الدعم الحياه وقالوا لنا هالمره لبين نسوي جهاز، جهاز جسمه صار كله تشنج، هلا تحطه بالجهاز هذا هالمره يبكي لانه من كثر الضغط عمده. لازم هالجهاز له عيار، كان له عيار تساويه، له عيار شوي شوي تفتح رجليها هيك على البسيط تجلس رجليها. ايه اكيد عم تعاني. ليش؟ ايه ابوي بساوي لي حركات بعدين بحطه، لانه انا ما كنت بوقف، ما بخاف كثير من قبل هذا. وشوي ابوي بمشني ايه بحط ساعتين ساعتين ونص كل يوم، بحس حالي قوية. يعني الولاد أصيروا يدرسوا مثل العالم هذا، تيدرسونا تيعلمون مراكزها. بروح على المدرسة، أنا بحب بدرس، بحب أتعلم كل اللغات، بس كتير إنجليزي وتركي وعربي. بصير صحفية مثل البنات بالشارع، لأنه بيمشوا بحكوا مع أصدقائهم. يعني شوف بنتي مثل هالكل هالبنات هذا مستقبل، لأنه ما عندي غيرها هي. يعني دائما بتخيل مثل هالبنات هذا، بشوف بمسك ايد بنتي امشي مثل هالعالم هذا. ولأنه هلا انا حاليا هون بارك هون بدون شغل، عم يعني بشوف العذاب هذا كل شيء، مش هالبنت هذا. يعني لأنه من كثر شاف ولاد راح وإني مشي هذا، يعني عم بقول له ما عندي هالبنت هذا، مشي ما يصير خطب رقبتي. دائما قدر امكان اعالجها، قدر امكان اذا في اطلع بايدي اعالجها. ابي مشي مثل هالعالم هذا، تشوف هيك يعني مثل هالعالم، يدرس يروح يجي يقرا يصير دكتوره او شي شغله، مشان واحد يرفع راسي والله بنتي.